بنرحب بحضرتك الباشمهندس عادل هاشم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الشرقية. ويمكن ما شاء الله كان منظومة الري السنة دي في المحافظة كانت حاجة يعني مشرفة جدا، ويمكن الشرقية كانت في المركز الأول. حابين حضرتك بقى تكلمنا يعني عن المرحلة التانية، وتدينا برضو نبذة عن المرحلة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تطوير الري بقى ضرورة، ما بقاش رفاهية. ترشيد استهلاك المياه بصفة عامة في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعة اللي بيستحوذ على 85% من استهلاك المياه، فكان لزاما علينا ان احنا ندخل في ترشيد استهلاك المياه، ومنها تطوير نظم الري اللي هو بيستحوذ على القدر الاكبر من استهلاك المياه. تطوير الري في المحافظة كان فيه خطة أولى، خطة رئاسية. حصة المحافظة منها 24,000 فدان، انتهينا منها الحمد لله بنجاح كبير. النهارده بصدد تطوير باقي المحافظه بالخطه الرئاسيه الطموحه، بتطوير كل اراضي الشرقيه الى نظم ري حديث، وتاهيل المراوي الخصوصيه اللي بيسموها الايود اللي بتصل لغايه الارض من الترع الرئيسيه. النهارده بنغير وجه الريف على الخريطه، بنتطور وبنرتقي بالزراعه. كل ده بجهود مخلصه من جميع العاملين في قطاع الزراعه بالمحافظه الشرقيه، تبدا من المرشد الزراعي ومدير الجمعيه ومدير الادارات الخارجيه، بالاضافه الى جهود مديريه الزراعه بالشرقيه. كل الدعم لاخواننا المزارعين، البنك الزراعي المصري بالمبادره الرئاسيه بيقدم قروض للمزارعين بفائده مخفضه على 10 سنين. يعني البنك فاتح ايديه للناس بفضل توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال. باذن الله احنا هنبذل قصارى جهدنا ان احنا ننتهي من المرحله الثانيه برضه بنجاح كبير، زي ما حققنا النجاح في المرحله الاولى، بنهدف ان احنا ننجح في المرحله الثانيه ان شاء الله. المزارع يا فندم بيستجيب؟ يعني بيحول فعلا من ري بالغمر لري بالتنقيب؟ هو طبعا الاستجابه ما بتبقاش سريعه. المزارع بيحتاج الى اقناع، واحنا بنستخدم في كده سبل متعدده، منها ان احنا بناخد مزارعين عندهم الثقافه غيروا نظم الري عندهم، وبناخدهم كمثال ناجح بيحضروا معانا في المؤتمرات وبيحكوا التجربه بتاعتهم الناجحه، ده بيبقى لها مردود كبير، بالاضافه لكبار المزارعين كبار المهندسين الزراعيين اللي لهم خبره في هذا المجال وعندهم قدره على الاقناع. احنا في الاول بنبقى في صعوبه، بس بعد كده العجله بتمشي وبنرتقي ان شاء الله بكافه القطاعات. شكرا شكرا.